مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى الواقع اليمني. أسابيع منذ توقيع اتفاقية السلم والشراكة، ولم يعلن تشكيل الحكومة الجديدة رغم تكليف رئيسها منذ عدة أيام، وذلك بعد مخاض طويل وأيام منذ تكليف رئيس الحكومة، ولا تزال التطورات على الأرض كما هي. آخر تلك التطورات دخول الحديدة وذمار وأخيرا إب، وبقاء الوضع على ما هو عليه في صنعاء رغم الكثير من حالات الجدل وأيضا من بعض الإخلالات الأمنية التي شهدتها العاصمة صنعاء. نتساءل في الواقع اليمني عن رمزية تشكيل أو تكليف رئيس الحكومة بعد هذا الجدل، وإلى أي مدى سيفضي إلى تطمين الشارع من جهة، وإلى اتفاقية أو التعجيل في اتفاقية السلم والشراكة من جهة أخرى. النقطة الثانية، سنسأل عن بعض الاختلالات، وسنسأل أيضا عن دخول المدن الأخيرة ومنها إب كما قلنا، وذمار وغيرها من المدن كما حصل مؤخرا. سيكون معي في هذه الحلقة ضيوفي الكرام، الأستاذ علي الذهب كاتب وباحث في شؤون النزاعات المسلحة، مرحبا أستاذ علي، وكذلك الأستاذ محمد المنصور القائم بأعمال أمين عام حزب الحق، مرحبا أستاذ محمد. حياكم الله أستاذ محمد. نبدأ إذن من الأخير مما حدث اليوم، وهو دخول مدينة إب، قبلها مدينة ذمار والحديدة. برأيك لماذا هذا التوسع؟ ما مبررات هذا التوسع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أعتقد لا يعتبر توسع، وإنما استجابة لما حدث في العاصمة صنعاء من حراك شعبي في ظل غياب أو تغييب للدولة وأجهزتها الأمنية. فلا بد أن يبحث المواطنون عمن يقدم لهم ولو مؤقتا أو يساهم في جعل الأمور الأمنية في مأمن، إذا جاز التعبير. أنا حقيقة فوجئت مثل ما فوجئت أنت وكذا بهذه التطورات، ولكن الحميد فيها أنها تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، مع الفعاليات الشعبية، لم تسفك فيها قطرة دم. اللجان الشعبية هي من أبناء هذه المناطق، والمهم أن يكون هناك استجابة من قبل الدولة لتطبيع الوضع الأمني والسياسي إن شاء الله بعد تشكيل الحكومة. لكن في حديث أنه محافظ ذمار قدم استقالته الرئيس الجمهورية احتجاجا ورفضا لدخول المدينة، كيف تقول أنه بالتنسيق مع الجهة المسؤولة والجهة المعنية؟ يعني اليوم في تصريح لمدير عام مطار الحديدة يقول بأن الوضع طبيعي ولا يوجد أي مشكلة، و يعني أنا ليس لدي يعني علم باستقالة الأخ محافظ ذمار، وإنما هذه القضايا تأخذ كسلة متكاملة باتجاه تطبيعها إن شاء الله، والعودة الضامنة للدولة الممثلة بالأجهزة الأمنية والعسكرية لكي تمارس دورها. اللجان الشعبية الآن تؤدي دورا مؤقتا ولن يكون دورا مستمرا، لأنه هذا العبء لا يمكن أن تقوم به إلا الدولة. أما المواطن مهما كانت قدراته فهي محدودة، وإذا لابد أن ننظر إلى الغد وإلى المستقبل ما يخبئه. لا تنسى أن هناك ملفات أمنية ما زالت مفتوحة، لا تنسى أن هناك ملف اغتيالات، لا تنسى أن هناك ردود فعل يعني خارجية وإقليمية تنظر إلى ما جرى في اليمن بأنه ليس لصالحها، وهذه الأطراف لديها أوراق لا شك أنها سوف تسعى إلى تحريكها في الداخل لكي تعيد لخبطة الأوراق، ولكي لا يصل اتفاق السلم والشراكة إلى مبتغاه وهو إخراج البلد وإلى الحال التي يرضى عنها المواطنون جميعا إن شاء الله تعالى. أستاذ علي الذهب يقول لك مباركة شعبية لدخول اللجان الشعبية لهذه المدن سواء ذمار أو غيرها من المدن، تقرأوا أنتم من نفس الزاوية أم لك رأي مغاير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنيك وأهني فريق العمل بمناسبة عيد الأضحى، كما أهني الشعب اليمني أيضا بهذه المناسبة وبالذكرى 52 لثورة سبتمبر المجيدة التي أحيت عهدا جديدا من النظام الجمهوري والديمقراطية، وأيضا التحرر من الاستبداد ومن مخلفاته داخل مناطق الشمال، إضافة إلى أهني الشعب اليمني أيضا بكافة يعني من أطرافه الشمالية إلى الجنوبي إلى الشرقي إلى الغربي بمناسبة ثورة أكتوبر ومناسبة 51. بالنسبة للموضوع ما أشر إليه الأستاذ محمد أنه هناك قبول شعبي، أنا لا أتصور أن هنالك قبول شعبي، لأن القبول الشعبي لا يأتي بالقوة،
المسلحة. وبطبيعة الحال أرى أن هذا الأمر هو محاولة لاستباق الحوثيين ومن يقف معهم في مسألة حضورهم الشعبي داخل هذه المحافظات، وهو استباق لنص الفقرة الثانية أو الثالثة أو يعني الفقرة الثانية من المادة واحد في السلم والشركة، وهي يعني تمثيلهم في الهيئة الرسمية. وهذا هذه العملية هي عملية استباق الوصول إلى هذه الهيئات سواء في داخل المحافظات أو داخل العاصمة كما نصت عليه وثيقة السلم والشركة، وهذا خرق لوثيقة السلم والشركة التي نادت في كثير من بنودها على تحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن ونزع المظاهر المسلحة ورفع المخيمات وما إلى ذلك. كيف تقول قواه أنه ما حصل ولا أي اشتباكات ولا أي مواجهات مسلحة، سلمت بكل بساطة، وفي أخبار أنه محافظ إرب نفسه خرج لاستقبالهم إلى خارج المدينة؟ حدث هذا الشيء، لكن هناك يعني من ينط بهم الحفاظ على الأمن هم العسكر الجنود سواء في الجيش أو في الأمن، وهناك مواجهات مسلحة حدثت داخل بعض المحافظات، هذا يدل على أن هناك رضا من منتسبي الجيش أنفسهم، لأنهم يجدون أنفسهم داخل اللعبة السياسية، وهذه اللعبة يعني تنطوي على مصير بلد. هذا البلد يجر إلى تقسيمات مذهبية وطائفية وعرقية، وقد نصل بالبلد إلى مرحلة التمزق بين الشمال والجنوب، وهو ما يدور الآن، بحيث أن كل طرف الآن يهيئ لنفسه على الأرض سواء في مناطق الشمال أو في مناطق الجنوب، وما تحرك الحوثي ومعه المؤتمر الشعبي العام، وهذا بشكل واضح الجوهر، يعني الماكينة المحركة هي ماكينة حوثية، لكن يعني في الواجهة يعني حوثية بمؤتمر، لكن في الواجهة طبعا هم الحوثيون. حقيقة الأمر أن ما يدور الآن هو عملية السباق لمصالح داخل الأرض، وهذه المصالح تؤخذ بقوة السلاح وخارج ما يعني تضمنته المبادرة الخليجية وآلة التنفيذية وثقة الحوار الوطني الشامل، وكذلك اتفاقية السلم والشراكة الموقعة في 21 سبتمبر أيلول الماضي. طيب إذا لم يكن كلامه صحيح، إذن ما الداعي إلى الذهاب إلى مدن مثل إب مثلا ولم يشتكي أحدا أصلا، لا السلطة المحلية ولا محافظ المحافظة ولا غيرهم، طلبوا بأن هناك اختلالات أمنية وطلبوا المساعدة في ضبط الأمن ولا في الحديدة ولا في غيرها. إذن الحديث عن أنه موضوع للمساعدة في فرض الأمن في محافظات الأمن فيها مستتب ربما يكون فيه علامة استفهام. طبعا هذا السؤال يوجه للإخوة في السلطة المحلية في محافظة إب وفي غيرها من المناطق التي شهدت تحرك للجان الشعبية، لكن أنا أعود إلى ما ذكره الأخ علي، وهو أنه ليس صحيحا أنه أنصار الله طامعون في السلطة، هم طامعون في الشراكة في القرار السياسي، أما السلطة فلا بد أن تكون يكون الجهاز الإداري للدولة من بين صفوفه من يستطيع أن يشغل ويملأ المواقع على حسب الكفاءة والجدارة. يعني أنصار الله لهم تواجد 4 سنوات في محافظة صعدة ولم يفرضوا لا وكيل، وكلها تعيينات من صنعاء، إنما دورهم هناك هو دور محلي دور شعبي، يدفعون باتجاه التعاون مع السلطات، حفظوا الأمن، لم يتقاضوا مبالغ، لم يفرضوا على الناس إتاوات، لم يفرضوا على الناس، يعني لا يوجد، يعني هي حالة نادرة، ولندرتها تعتبر أنه لأن إحنا ما زلنا نفكر بتفكير الماضي أنه كل من يقدم جهد لابد أن ينتزع من الكعكة كما كان يسميها. لكن الأستاذ علي البخيتي قال هذا الكلام، قال أنه لا مصلي إلا طالب مغفرة ونحن نطلب. هذا كلام الأستاذ علي البخيتي، لكن أنا أحلل ما جرى في صعدة، ما جرى في عمران، ما جرى في عمران كل الوحدات الإدارية تخضع لجماعة لا تخضع الكوتي. ليس بالمعنى المباشر، يعني أنا لا أتدخل في عملك لكني أدعمك لكي تؤدي عملك، يعني هو استثمار للمستقبل. يعني عندما يأتي مثلا إن شاء الله انتخابات نيابية ونرى قائمة أنصار الله تفوز، نقول ساعة إذن هناك شعبية تحققت لأنصار الله، سيكون طرف في تشكيل الحكومة، لكن الآن لا يوجد ما يتنافس عليه المتنافسون. الجهاز الإداري للدولة والسلطات الآن أصبحت تضج وتشتكي من زيادة الكادر الإداري في كل محافظة، كذا محافظ وكذا وكيل وكذا نائب، يعني ليس هناك في المتاح الآن ولا فيما ولا في تحركات الشعبية هذه ما يغري. أنت الآن تقدم تضحية وتقدم خدمة بجانب السلطات المحلية، يعني فليس صحيحا أنه من أجل فرض التقاسم. هم رافضين أن يشاركوا في الحكومة، وهذا ما أكده السيد عبد الملك وأكده أكثر من قاضي من أنصار الله، لكن على المدى المنظور أن يكون هناك إصلاح إداري وحكومة وانتخابات، ثم يأتي هذا الطرف يمثل في هذا السياق أو في ذاك على حسب الكفاءة والأقدمية. نحن نرفض أن تكون الدولة لمن غلب، نرفض أن تكون الدولة لمن غلب. الدولة جهاز إداري لإدارة شؤون الناس،
ينبغي أن تكون الدولة هذه ممثلة وطنيا بحيث أن كل الكفاءات الوطنية تجد نفسها فيها ويشتغل الناس ويسيرة للخروج بالبلد. أما إذا ظلنا نفكر بالتفكير الماضوي منذ 90 يعني عندما تحققت الوحدة تم تقسيم الجهاز الإداري للدولة بين وبين ثم في 97 ثم وبعد في بعد ثورة 2011 هذا الواقع أصبح الآن يكلف البلد. يعني كلما جاء تشكيلة حكومية كل حزب يحاول أن يفرض نفسه. أنا ضد أن أنصار الله يكون هذا هدفهم وهذا توجههم. يجب أن يكون السياق آخر. أنا أساعد السلطات المحلية في هذه المحافظة أو ذاك على حفظ الأمن ريثما تستقر الأمور أنصار الله اعترضوا على رئيس وزراء وكان لهم ما أرادوا. رئيس الوزراء قدم استقالته لم يقدم استقالته إنما اعتذر عن تشكيل الحكومة وتقول أنت أنهم لم يطالبوا بمحاصصة وغير ذلك. لا يطالبوا بمحاصصة يعني لم يفرضوا أنه يجب أن يشكل رئيس حكومة يسميه السيد عبد الملك الحوثي أو أن يكون من محافظة صعدة أو أن يكون من هذا التيار. لا هم كان هناك أسس في الاتفاق اتفاق السلم والشراكة ألا يكون محسوبا على جهة. هذا الرجل كان محسوب على الرئيس عبد الرب منصور هادي مباشرة. احنا نريد أن يكون رئيس حكومة يمتلك استقلالية عن تأثير الطاغي للرئيس ولسلطاته وأيضا يمتلك احترام وقابلية للتعاون مع رئيس الدولة ويمتلك وأن لا يكون قد شغل مناصب سياسية مهمة في الفترة السابقة يعني ألا يكون منتمي بشكل أو بآخر. والوزير البحاح معروف أنه تولى أكثر من مرة لحقيبة وزارة النفط لكنه ليس عضوا سياسيا في حزب كما أعلم أنا ربما معلوماتي ليست كاملة. لكن خالد عمر بحاح تكنوقراط شخص له بصمات في رفض الصفقات الفاسدة في داخل وزارة النفط أجمعت عليه كل توافقت عليه الأطراف. طيب عشان 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 ما نقف إذا هذا جيد. أنصار الله لم يعترضوا لذات الاعتراض وقال السيد إن إحنا عشان ما نقف عند هذا كثيرا نقول الحمد لله إنه توافقنا على شخص رئيس الوزراء بقي أن تشكل حكومة. أستاذ علي كلكم طالبتم من أنصار الله بعد أن تم ما تم في صنعاء بأن يحفظ الأمن وحملتهم مسؤولية العاصمة وعندما ينزل أنصار الله إلى الشوارع للحفاظ على الأمن وعندما يساعدون الدولة في كل المحافظات تقومون الدنيا ولا تقعدونها. لماذا هذا التناقض؟ لماذا تطالبونهم بفرض الأمن وتستكثرون عليهم أن يساعدوا القوات المسلحة والأمن في رفضها؟ من طلب منهم؟ لم يطلب منهم أحد هذا. الأمن وزير الدفاع وزير الداخلية نفسه طلب من كل منتسبي القوات الأمن بأن يتعاملوا معهم كأنصار للشرطة وسحبوا القوات من الشارع. كان القرار قرارا فوقيا ولم يتخذه وزير الداخلية بمحض إرادته. هذه معلومة جميلة. نعم رئيس وزير الداخلية ووزير الدفاع يخضع لرئيس الجمهورية. نحن في مؤسسات دستورية كل مسؤول له سلطاته. المسؤول الأول داخل البلد عن الأمن والاستقرار والجيش والأمن هو رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يمكن لوزير الداخلية أن يتصرف تصرفا بمحض إرادته. وهذا وإن تم ذلك فإنه لمجرد عدم المواجهة مع أنصار الله باعتبارهم يعني تقدموا يعني كواجهة للانتشار داخل محافظة الجمهورية وهذا يعتبر تعطيل لمصالح الدولة ووظائفها في أي بلد ديمقراطي ومستقل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل ميليشيات مسلحة قاتلت الدولة لمدة 6 سنوات ثم فرضت نفسها بالقوة أن تنظم مسائل الأمن ومسائل الاقتصاد ومسائل الإدارة هكذا رغما عن أنف موظفي القوات المسلحة والأمن. بل إنها الآن تحولت إلى رديف وأصبح الجندي لا يدخل ولا يخرج إلى أي معسكر إلا يعني أمام أعين وبصر هؤلاء. في مسألة أنهم لا يطمعون بمنصب سياسي أنا كنت لا أريد أن أحول هذا الجدل إلى جدل عنيف أو إلى جدل يعني بين طرف وآخر ولكن دعني أقول لأنه استدعى الأمر أن أقول ذلك. مسألة يعني أنصار الله فرضوا على رئيس الجمهورية وفق اتفاق السلم والشراكة أن يكون هنالك مستشار منهم وآخر من الحراك وهذا على ما يدل هذا على يدل أنهم رغبوا في السلطة والرغبة في السلطة ليس يعني أنا أقصد أنهم يلهثون وراء السلطة حتى لا يفهم الرغوب بأنه العزوف عنها. قضية أخرى أنهم طالبوا بأن يكون لهم تمثيل داخل هذه الحكومة وعلى مستشار الرئيس أن يلموا أو يضعوا تصورات يعني من الذين يقومون بهذه الوظائف ما هي صفاتهم ما هي توصيفاتهم. وبالتالي فإن حضورهم داخل المشهد اليمني بهذه القوة وبهذه التحركات هو يعني فرض قوة على الواقع لأنهم حققوا أكثر من انتصار وكسروا شوكة الدولة وكسروا شوكة الأمن والقوة المسلحة
ووقع الناس في خدعة كبيرة جدا من ابتداء من سقوط عمره، عندما كان ينادي مثلا جميع من ينتسبون للحوثي للحركة الحوثية أو أنصار له بين قوسين يقولون أنهم لا يريدون صنعاء ووصلوا صنعاء، ويقولون أنهم لا نريد محافظة أخرى وأسقطوا الحيدة، وبعدين يقولون أنهم لا يريدون الآن نزلوا دمار، وبعدين نزلوا هذا، حتى وإن كان هناك استجابة من قبل الحكومة فأنهم يبتزون الحكومة هذه لأنها تريد السلم ولا تريد أن يعني تسقط المبادرة الخارجية والآلية التنفيذية ومخرجة الحوار الوطني وثيقة السلم والشراكة. حديث السيد عبد الملك الحوثي في آخر خطاب عن أنه الأمن مخترق والجيش مخترق دفع بالبعض على إلى 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 أن هناك ربما خطوة جديدة في اتجاه هيكلة من نوع معين أو فرض قيادات من نوع معين، هل نحن ماضون في هذا الطريق الآن؟ يا عزيزي احنا نتكلم عن دولة مجازا، حقيقة لا توجد دولة بالمعنى الذي نريده كيمنيين، دولة عادلة ضامنة لكل الحقوق والحريات، ولا يوجد يعني في الحقيقة انه كان النظام السياسي في اليمن بعد الوحدة يشتكي من تصدعات حرب 94، وصلنا الى عام 2011 والنظام السياسي كان قد بدأ يلفظ انفاسه لدرجة عجز معها ان يتحاور مع شركائه في المعارضة، وعندما قامت الثورة انشطر النظام السياسي على نفسه وسقط نصف النظام وبقي النصف الآخر، نصف النظام الآخر سقط في 2014. نحن حقيقة لا يوجد أساسا لا يوجد لدينا تقاليد الدولة المؤسسية كما هو موجود في مصر وغيرها، لدينا سلطة سياسية تمارس وظائف الدولة، وتعارف اليمنيون وتوافقوا على أن يكون المستقبل هو كفيل بإحلال أو بصناعة دولة يرضى عنها الناس، حتى جاء مؤتمر الحوار الوطني. حقيقة لو أن هناك لم يكن هناك قبول شعبي لأنصار الله لكانت المواجهات في كل شارع الآن، لكن حقيقة أنه أجهزة الأمن الجهاز العسكري أصيب بالتصدعات جراء ما أصابت الدولة. نحن الآن باتجاه عملية ترميم وبناء، هذه العملية تحتاج من كل اليمني من كل الشعب اليمني أن يتضافر وأن تتكاتف جهوده. كفر الله خيرهم أن صلى الله عليهم بيقدموا لنا خدمات، بيجلسوا حارسين، يعني بيحرسوا الناس دون مقابل، دون فرض إتاوات. طيب مصير القوات، مصير منتسبي الجيش والأمن في ظل الحديث على أنهم مخترقون، هل سنشهد تسريحا مثلا للقوات المسلحة لشيء من الأمن بدعوى انتمائهم أو بدعوى اختراقهم أو بدعوى عدم ولائهم للوطن، وبالتالي نحن أمام تجربة عراقية ولو جزئيا؟ تنص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنص اتفاق السلم والشراكة على إعادة النظر في الهيكلة. يعني حقيقة الهيكلة الذي أجراها الرئيس عبد الرب المنصور هادي منذ 2012 لم تؤدي بنا إلى تماسك الجيش ولا إلى كذا. الأخ الأستاذ أشار إلى ما حدث في عمران، ما حدث في عمران كان خروجا على الدولة، خروجا على الشرعية، يعني اللواء القشيبي والذي قاتل لم يكن يقاتل بأوامر من الدولة، بدليل أن الدولة لم تتبنى كل الأعمال التي قام بها، وإنما كان يقاتل دفاعا عن تنظيم. طيب عشان أقصد أنه حتى لا نجر بعض، لأن البعض سأل وقتها لماذا لم يقم الرئيس بعزل القشيبي أيضا إذا كان طبعا لا، لكن الرئيس لم يكن يقاتل بحكم وجود مراكز القوى، مراكز القوى هذه كانت تؤثر على علي عبد الله صلاح وهو جزء منها. ما هو عزل علي محسن، عزل علي محسن بنفسه، كيف مش قادر؟ من رئيس الجمهورية عزل علي محسن بنفسه؟ أبقاه مستشارا في موقع عرفة، في موقع رفيع، وفي موقع من داخل القصر الرئاسي كان يتحرك على المسجد بدل ما كان يتحرك من الفرقة. لم يكن هناك عزلا، أقصد بمعنى آخر علينا أن ننظر إلى المستقبل، علينا أن نعتبر أن هذه هي الآن نحن ندفع ثمن عدم وجود دولة، عدم مساهمة اليمنيين جميعا في الاتجاه نحو بناء الدولة. إذا ظلنا نمارس دور النقد السلبي باتجاه طرف معين دون أن ننظر الشكل الفارغ من الكأس، فأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. علينا أن نعي أن أنصار الله جزء من هذا الشعب، وأنهم جزء من هذا اليمن، وأنهم يتأثرون مثل ما نتأثر بقية اليمنيين بكل المشكلات. وقعت عليهم حروب ظالمة ستة في مخرجة مؤتمر الحوار الوطني، اعتذر الكل لهذه المناطق. يعني أنصار الله ليسوا طامعين. الآن لا، من يتوهم أن أنصار الله عينهم على السلطة هو لا يعرف أنهم اكتووا بنار السلطة الظالمة، ولا يريدون أن يعيدوا إنتاج الظلم في صورة أنهم يحكمون. طيب. الآن ما تستشفه أن من خلال أدبياتي من خلال سلوكياتي من خلال كذا أنهم ينشدون إلى بناء دولة قوية للناس جميعا. عندما أنصار الله يفارقون هذه القاعدة أو يريدون أن ينفصلوا عن الإجماع اليمني ويكونوا لهم كيانهم الخاص أو دولتهم الخاصة، فسنكون جميعا
باتجاه وقف ما هذا وهذا السؤال للأستاذ علي الذهبي. إذا كان أنصار الله هم الآن القوى الأكبر ولا يخفى ذلك على أحد، لكنهم لم يقصوا أحدا، لم يعزلوا أحدا، الموظفون لا زالوا كما هم في مؤسساتهم، مفاصل الدولة كما هي الموظفون فيها، لم يقصوا أحدا، ألا يدل على أن هناك حسن نية باتجاه بناء دولة وليس باتجاه إقصاء أو بناء دولة خاصة بهم؟ أولا إذا تسأل من هم أنصار الله أو الحوثيون حتى يعني يسلكوا هذا المسلك، يعني القوة التي تتحرك رغم وجود الدولة التي ينكر وجودها وهي موجودة على الأرض، أرض وسيادة وجيش وحدود وشعب وتمثيل دولي، الدولة موجودة، ولكن نحن نحاول أكثر مرة، ليس نحن، أنصار الله في كل خطاباتهم سواء كان الناطقين باسم أنصار الله أو حتى عبد الملك حوثي ذاته أو الصحفيين أو الكتاب ينكرون وجود دولة، وهذا يعني كمن يغطي على عين الشمس بمنخل. قضية أولا سلم أنهم أنصار الله حتى يبرزوا وجودهم بهذا الشكل فوق الدولة، ثم يدعون أنهم يريدون إبناء دولة، هذا تقويض لعماد الدولة، تقويض للجيش، تقويض للأمن، تقويض النظام الإداري، تقويض النظام السياسي بحجة أن هناك اختراقات. الآن لننظر للاختراقات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، من كان المسؤول عن حماية الموقع الذي حدث فيه التفجير الذي أبدى في التحرير، في التحرير وضحايا كثير سواء كان من أنصار الله الحوثيين أو من كانوا مرة في على الطريق أو من كانوا يجلسون يتناولون طعام الإفطار في السوق المجاور، ألم يكن أنصار الله على ثلاثة أنساق يحمون هذا المكان؟ إذن هم المسؤولين عن الأمن في تلك المناطق، إذن هناك لا يوجد أمن. من الذي لم يحل دون سقوط اليوم الشهيد علي زيد الذاري مدير دائرة الهندسة العسكرية؟ هذا يدل على أن أنصار الله فشلوا في هذا المحرار رغم أن وجودهم وجود غير منطقي وغير نظامي، لأن ركون الدولة والأجهزة أحيانا الجيش أو الأمن المسؤولين عن الحفظ الأمن عن الحفاظ الأمن. أنت رحت في اتجاه آخر، أنت بجبتني على سؤالي، أنت تتهمهم بالإقصاء بمحاولة أنهم يريدون فرض كل شيء، ومع ذلك على الواقع لم يثبت أي شيء، أنت ربما موظف ولا زلت في وظيفتك، لا توجد أساسا قبل كل شيء يجب أن أسأل من هم هؤلاء حتى يحلوا محل هذه الأجهزة، فقط هو هذا السؤال. كيف أجيبك على سؤال آخر؟ لماذا لا يتح مثلا للأحزاب الأخرى أن تتحرك بنفس التحرك؟ أتحدهم أن يتحركوا في أبيان أو في شبوة أو في عدن أو في حضرموت، أتحدهم. وأنا أقول لك إلا إذا كان هناك اختراق مؤتمر، لأن المؤتمر كما قلت لك هو المحرك الداخلي إضافة إلى والواجهة واجهة أنصار الله. نقطة أخرى أولا عندما نتحدث عن وجود مثل هذه الميليشيات داخل العاصمة صنعاء، هذا لا يتناسب مع مفاهيم الدولة المدنية. أنا أنشد الدولة المدنية، إذن أنا أنطلق من حيث الصندوق هو الذي يحدد، أما أننا أتي بنفس بالقوة المسلحة لأفرض نفسي على هؤلاء وأقول أنا أنشد الدولة المدنية، فهذا يخالف الواقع ويخالف المنطقة. سنتحدث عن الدولة المدنية ربما في الحديث عن فرص الحكومة القادمة. أنا أسألك عفوا ملاحظة صغها لك بشكل آخر، ما حدث في التحرير وسقوط أكثر من 50 شخص في التحرير أو 47 شخص بالتحديد تقريبا، ألا يدل على أنه أنصار الله بالفعل وقعوا في مأزق أمني في العاصمة صنعاء، وأنهم الآن يجب أن يتركوا الفرصة للدولة لتحمي العاصمة والكثير من حالات الاختلالات الأمنية في العاصمة صنعاء؟ أنا أسأل بدوري كسؤالك عنك، ما الذي يمنع الدولة من استعادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لدورها في الشارع؟ من الذي منع؟ أنا أسأل، عندما دخل أنصار الله إلى صنعاء فجأة انسحبت كل قوات الأمن والجيش من الشارع لتخلي المنطقة، وكأنه هناك كان خطة مبيتة ولا يستبعد هذا من أجل أن تحدث الفوضى لكي تلصق بهذا الطرف. ما حدث في باب السباح أيضا لم يكن من قبيل أنه اختراق، لأن الذي التفجير حدث في الحاجز الأمني، لأن مكان الاعتصام كان في عمق ميدان التحرير، وهذا حدث عند البنك، يعني بمسافة أمتار على الحاجز الأمني. لولا قدر الله أن استطاع هذا الشخص الانتحاري أن يدخل لكانت المجزرة كبيرة جدا، بدليل أن الشظايا وصلت حتى مثل ما ذكر الأخ إلى باب السبح. طبعا عندما نتحدث عن الأجهزة الأمنية ما زالت مخترقة، نعم ما زالت مخترقة، عشرات السنين الأجهزة الأمنية تخضع لهذه القسمة الثنائية بين علي وعلي وبين هذا الاتجاه من القاعدة، من تنظيم القاعدة الذي حفر السجن المركزي وخرج من السجن المركزي واستطاع أن يخرج في وضح النهر من السجن المركزي، والذي قتل داخل عمق المؤسسة العسكرية في الأمن المركزي السجن المركزي تحرر.
الذي استطاع هو الذي استطاع أن يخترق المنطقة الرابعة في الجنوب ويقتل العسكر بكل دم بارد هو لديه معلومات. الذي دخل إلى مستشفى العرضي لم يدخل عبثا، دخل ولديه معلومات من في البوابة، كم العدد، وأين يتحرك، وكيف يجري، وكيف كذا. ولذلك هذه الأشياء كلها ظلت في صندوق أسود. نحن نطالب من هذا المنبر أن تعلن كل نتائج التحقيقات في الجرائم التي جرت في أمانة العاصمة، وأن يرد الجهاز الأمني على اتهامات السيد عبد الملك عندما قال أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم بحدوث هذه العملية. الأستاذ علي الذهب، موافقة أو مباركة العديد من ألوية الجيش والكثير من الأجهزة الأمنية والجيش أيضا لما حدث، ألا يدل بأنهم ينتظرون إعادة هيبتهم وأنهم يعولون على هؤلاء بأن لا يخترقون وأن لا يقتلون وأن لا يتركوا كبش فداء؟ ليست على أساس التوصيف يكون دقيقا، أنه ليست كل الوحدات، مش كلها، مش كلها، أنا قلت مجموعة من الوحدات، بعض الوحدات استهدفت لأن لها كان لها ارتباط بلواء علي محسن، سواء كان من حيث أنه قائد المنطقة الشمالية الغربية سابقا، أو أنه مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن. فخشية هؤلاء من عودة علي محسن أن ينزل عليهم من أي سماء ويطلع عليهم من أي أرض، ما زالوا يتبعونه ويتبعون أثره في نفس الحدة التي كانوا يديرها أو كان له ارتباط بها. حتى أنهم عندما دخلوا ميناء الحديدة دخلوا وحصروا بعض ممتلكات لواء علي محسن ثم خرجوا. لكن أستاذ حدثك عن أشياء حدثت كوارث للجيش والأمن، ألا يقول بأنه مخترق ابتداء مما حصل في السبعين من استشهاد أكثر من 100 شخص مرورا بالمنطقة الرابعة؟ نعم، الجيش هدف رئيسي للقاعدة، لأن القاعدة تنظر إلى الجيش بأنه عماد هذه الدولة. الجيش اليمني الذي ليس على إطلاقه، الجيش اليمني الذي حدثته ثورة أهداف ثورة 26 سبتمبر، بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد والاستقرار. ونحن الجيش المحدد، يعني له مرتبة سواء الخامسة على المستوطن العربي أو الحادي عشر على مستوى العالم. وهذا الجيش زلزل في حروب صاعدة الستة، انهك أيما انهك. ثم هؤلاء الذين يدعون بأنهم يحافظون على الجيش أو يحافظوا على الأمن اعترفوا بعظمة لسانهم أنهم قتلوا 30,000 جندي. لم يعترفوا. إذا كانوا اعترفوا 3000 جندي، فأنا أقول لك أن 12,000 جندي قتل في صعدة، وهؤلاء قتلوا تحت راية الجمهورية اليمنية منذ 2004 إلى 2010. هذه مغامرة. قضية أخرى، يعني إذا كان الآن عبد الملك الحوثي يدعي أن الجيش مخترق من القاعدة، فماذا يسمي نفسه هذه التحركات التي يريد بها مواجهة القاعدة على نفس مذهبي؟ وهذه ظاهرة خطيرة، وأنا أحذر منها في هذا المنبر بأن ستكون هناك مواجهة عارمة داخل العاصمة صنعاء وداخل المدن الأخرى التي ينتشر فيها الحوثيون، وسيكونون هدفا للقاعدة، لأن القاعدة تستهدف الآن القوة المسلحة لأنها تناصر الحوثيين، ويستهدفون الحوثيين لأنهم انخرطوا داخل هذه المؤسسة. نقطة أخيرة، التحشد الذي يحدث في البيضاء هو تحشد خطير، يجب أن تقوم المؤسسة العسكرية بمفردها في مواجهة من يخرج عن طوع الدولة ولا توجه ميليشيات أخرى داخل هذا الجيش، بحيث لا يكون الجميع هدفا لهذا الجيش. أنت تتحدث عن أنه الجيش مخترق من الحوثي، ولسه تتحدث أنه الجيش مخترق من القاعدة بتوافق الجميع، المشكلة أو الجهاز الأمني وبعض الأجهزة مخترق من مخترق من أكثر من جهة، وهؤلاء كلهم يمنيون، يجب أن يعالجوا بالسوية في مسائل الحوار الفكري، الحوار الثقافي. تقصد القاعدة؟ كل الناس القاعدة هم يمنيين، يعني هم يمنيون. أنا أعترف بهم بأنهم يمنيون، ويجب أن يحاوروا هذه القضية يجب أن تثار فكريا. وسبق لنا في الجمهور في اليمن أن نوقشت مثل هذه القضايا وحوروا. طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة. لا تعترف لا بالدولة ولا بالمؤسسة المدنية، والقاعدة تنتمي إلى فكرة هلا، يعني عائمة فكرة بناء الدولة الإسلامية وإزاحة من أمامها. طيب الحديث عن هذا النقطة، هناك أيضا اتهام لأنصار الله أنهم أيضا لا ينتمون للدولة، بمعنى الدولة المدنية، الدولة أو الجمهورية بشكل عام، عندهم موضوع الحق الإلهي وغيره في هذه النقطة. سأعود إلى هذه النقطة بس عشان عندنا فاصل. إذا مشاهدينا الكرام، الكثير من النقاط سنعود إليها، خاصة فيما يتعلق بفرص نجاح الحكومة القادمة في ظل التطورات على الأرض، سنعود لها مع ضيوفنا الكرام لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الواقع اليمني الذي نخصصه لتطورات الأحداث على الأرض وتشكيل أو تكليف رئيس حكومة لتشكيلها. ربما ترى النور قريبا وربما تطول لمدة كبيرة بعد أن طالت المدة في انتظار تسمية رئيس الوزراء، وحدث الكثير من الجدل وعين أكثر أو كلف أكثر من رئيس وزراء، بعضهم اعتذر قبل التكليف وبعضهم اعتذر بعد التكليف، فقط من أجل إنهاء نقطة الجدل فيما يتعلق بإقصاء طرف يمني معين بحجة أنه لا يعترف بالدولة أو غيره. الرئيس عبد الرب منصور هادي تحدث قبل فترة عن القاعدة وقال نحن مستعدون لحوار القاعدة شرط أن يخرجوا العناصر الأجنبية من بينهم وبالتالي سنحاورهم. أنصار الله أيضا أنفسهم كانوا يوم من الأيام أناس كثيرون بعض الأحزاب تقول لا تحاوروهم لأنهم يحاربون الدولة ولأنهم يدعون بالحق الإلهي ولأنهم غير ذلك. الحديث عن إقصاء، عدم القبول بالآخر، ارتكاب الأخطاء التي كان يرتكبها الآخرون سيجرنا إلى كارثة أستاذ. يعني أنا أقول بأنه في طيلة الحروب الست أنا كنت في لقاء المشترك دائما في عضو في لجنة وساطة كانت من قبل المشترك مع أنصار الله، ووجدت أنه هؤلاء يعني لديهم حس عالي بالمسؤولية ولديهم حس عالي بالانخراط في العملية السياسية، بدليل أنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وقبل المشاركة في التكتل الذي أنشئ بعنوان المجلس الوطني ولجنة التشاور الوطني التي أنشأت في عام 99. هذه التدري في العمل السياسي قابله من الآخر نفي وتصلب، ودائما يرفع بوجهك الورقة الطائفية الإمامية السلالية الحق الإلهي. هذه أشياء كلها تبخرت وانتهت عندما قدم أنصار الله رؤيتهم لبناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني. ويجب أن احنا نظل أن نحاكم الناس من خلال ما قالوا، لكن أن احنا نحاكم الناس من خلال النوايا ومن خلال خلفيتي ربما الفكرية. يعني ما أوقع الكثير من الناس في فهم يعني في المفاجأة بما حدث في صنعاء وغيرها، ما أوقعهم لأنهم لم يعرفوا لم يقرأوا أنصار الله من خلال أدبياتهم وإنما من خلال ما يعرفونه هم من خلال التعايات التي كونها الذهن الاتهامي الإيديولوجي، الذهن للأسف الوهابي، دائما لابد ما يفرز أساطيره هؤلاء كذا هؤلاء كذا، لكن في الواقع لا. يعني وجود هذا المكون أو ذاك المكون لا ينبغي أن يرتبط عندي بمواقف مسبقة، ينبغي أنني أحاكم هذا المكون إلى أدبياته إلى أقواله إلى تصريحاته وأحاكمه من خلال تناقضاته، لكن أني أقرأ نواياه في المستقبل فأنا أعتقد بأن هناك ظلم كبير لهذا المكون وجهل كبير بهذا المكون الذي هو أنصار الله. أوقع الكثير حتى المحلل الاستراتيجي الآن في الصحافة الخليجية وغيرها يكتبون على اليمن، فتستغرب يعني الخطأ في المعلومات التاريخية والجغرافية والدينية، يحسبوك على إيران. يعني هؤلاء القوم لم يعودوا زيدية في تخوف الآن. هل يستطيع أحد مثلا من رجال المال والأعمال غير اليمنيين، حتى اليمنيين الموجودين في الخارج، هل يستطيع أحد منهم الآن أحد منهم دخول إلى صنعاء للاستثمار مثلا؟ في تخوف. الغرفة التجارية أصدرت قبل العيد بيانا، والغرفة التجارية طبعا هي بيت المال وبيت الصناعة في اليمن. الغرفة التجارية أصدرت بيان وقالت للتجار تفضلوا افتحوا محلاتكم مارسوا أنشطتكم التجارية لأن الوضع في صنعاء آمن، لكن لأن الآخر لا يحب أن يقرأك إلا من خلال ما في ذهنه من خلال صورته التي كونها عنك ولا يقرأك في الواقع، تم تجاهل الكثير من المواقع الإعلامية تجاهلت هذا الكلام للغرفة التجارية على أهميته. البنوك مفتوحة شغالة، العودة إلى الاستثمار. بالعكس أنا أخذ تجربة صعدة وأكررها لأنها هي كاشف. يعني هناك تجار من أبناء تعز في صعدة، تجار من أبناء حاشد، تجار من كل المناطق لم يمسوا لم يضاروا لم يؤخذ منهم ريال واحد، حتى واحد الآن أن يقول أن الحوثيين جمعوا جباية من هذا التاجر أو ذاك. هذه عناوين كلها تصلح لأن نكون فكرة عن بعض حقيقية وموضوعية. طيب أنا لا أنزه وإنما أقول يجب أن نحكم الناس إلى الواقع وليس إلى النوايا. أستاذ علي الذهب، إذا ما نظرنا إلى حاجة الوطن الآن فيما يتعلق بتطمين الناس من جهة، بتطمين المجتمع الدولي من جهة أخرى، وتطمين من يريد أن يزور اليمن، لماذا لا نتعامل بواقعية؟ الجماعة كما رأيناهم في الشارع كانوا يخوفون منهم بأنهم سيأتون سيمنعون عليكم الحريات الشخصية، سيمنعون عليكم الحريات الفكرية، سيمنعون عليكم مدري إيش. ما حصل لا شيء من ذلك، لا أحد يعترضك في سيارتك، ما تسمع ما تقول إلى غير ذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، الحديث على أنهم إقصائيون وغير ذلك، موجودون كل الأحزاب موجودة في صعدة، وصعدة نموذج جيد. لماذا إذا لا نتعامل مع الواقع بصدق حتى نقدم تجربة ونجاح للعملية السياسية ولا نبقى في إطار التخوين؟
قد يكون في صنعاء لها يعني وضع خاص، لأنه واجهة البلد وهم يريدون أن يعكسوا نظرة سوية عن يعني تصرفاتهم. كويس كويس، طالما قدموا طيب ساعدوهم على طيب هذه النظرة طيب. لتعمم لتعمم أنا لماذا لا؟ أنا أعطيك ملاحظة. أولا قبل يومين وعلى بعد مئات الأمتار من هذا المكان كان هناك مطاردة بين طاقم للحوثيين وصاحب وسائق تاكس. جراء المطاردة توفيت امرأة وهي كانت في الشارع جراء طلق ناري أصابها في مقتل، نقلت إلى المستشفى ولعل وسائل الإعلام لم تتناول هذا الحدث بشكل واسع. يعني هؤلاء لا يجدون التعامل في إدارة الدولة وعطلوا مصالحها وعطلوا الأجهزة الأمنية التي تقوم بهذا الدور، وهم الآن يعيدون إلى ما قبل الأربعينات على أساس ندعم هؤلاء. أنا أقول لماذا لا تشارك في اللجنة الشعبية مثلا؟ وأنا أرفض هذا الشيء، أنا أريد أن أعطي مصلحة أجهزة الدولة دورها ووظيفتها الدستورية التي نص عليها الدستور والقانون. طيب لو فرضنا جدلا أن أحد الأحزاب أو المكونات السياسية أرادت أن تشارك في اللجنة الشعبية فإنه ذلك سيرفض من قبلها مكون أنصار الله. أنصار بالغيب دعهم الآن يشاركون قائمة الآن قائمة من المتطوعين الشباب القادرين على أنهم يمارسوا هذا العمل في الشارع. لا أستاذ علي، وهل تعتقد أنه كل اللي ماسكين الآن الشوارع سواء في صنعاء أو في عمرة في غيرها كلهم من أنصار الله؟ إذن جماعة كبيرة هم كما قلت كلهم من أنصار الله، كما تحدث سلفا بأن أنصار الله هم في الواجهة وهم ليسوا بهذا الحشد حتى يخيفون الناس بالتكتلهم. أنصار الله محدودين ومعروفين. إذن يقبلوا بالآخر؟ من؟ قبلوا بالآخر. أنت تقول إنه ما نعيد يا أخي، إيش قبل بالآخر؟ بقوة السلاح. أي قوة السلاح؟ القبول بالآخر. يا أستاذ علي، صنعاء هتكت خلال 5 أيام من 16 إلى 21 وضربت يعني ما لم تضرب يعني بيروت في الثمانينات. لا نكون مغالين. معسكرات سلبت، دبابات نهبت، عربات مدرعة نهبت، الآن ترابط على مداخل صنعاء. لماذا ترابط؟ لأنها تنتظر اللحظة الثانية لإسقاط البلد في يد مجموعة، سواء كانت هذه المجموعة هي أنصار الله الحوثيين أو من يقف معهم. يجب أن يكون واقعين. هناك ترتيبات، هذه محاكمة للنوايا وفقا لا مش ملكات، هذه قراءة الواقع. أنا أقول إذا كان في حسن نوايا يجب أن تعاد هذه الدبابات إلى وزارة الدفاع، يجب أن تعاد الطقم المنهوبة إلى وزارة الداخلية، يجب أن تعاد الرشاشة. دعني أكمل رجاء، يعني هذه الأمور هل نغطي عليها بعين الشمس؟ ماذا نسمي على هؤلاء الذين يرتدون ملابس عسكرية وهم مدنيون؟ ماذا تسميها الآن؟ هذا يعتبر تجني على الدولة، هذا يعتبر يعني هتك يعني ملمح الدولة المدني. كيف أن يعني يرتدي مواطن عادي ليس له أساس لا في العسكرية ولا في الجانب الأمني أن يرتدي رتبا عسكرية كضابط أو صف ضابط؟ هذه أن يرابط طاقم يحمل رقم جيش جنب يعني طاقم آخر لوزارة الداخلية، وطاقم الجيش هذا هو تابع لأنصار الله. نحن نغالط أنفسنا. إذا أردنا أن نبني بناء حقيقي لهذه الدولة يجب أن يكون هناك توجه من أنصار الله للصندوق، وأن ينسحبوا من داخل المحافظات ويسلموها للأجهزة الأمنية، ثم يعيدوا السلاح الذي نهبوه من أطراف عمران إلى وصولهم إلى صنعاء. أستاذ محمد، وقع على ملحق اتفاق السلم والشراكة، الملحق الأمني وقع عليه أنصار الله بكل حيثياته، وستشكل لجنة في المستقبل لجمع السلاح من كل الأطراف تمام بلا استثناء، ما عدا الدولة طبعا، الا انها مثل لجنة عمرة. ما حدث الان او ما يحدث الان انه عندما تسال انصار الله متى سينتهي دور اللجان الشعبيه، يقول لك عندما تشكل الحكومه، متى ستبدا تشكيل اللجان لاعاده سلاح الدوله والبسط نفوذ الدوله على الارض، يقول لك عندما تشكل حكومه الشراكه الوطنيه عفوا. والذي يحصل انه اتهامات الانصار الله بانها تريد عرقله تشكيل الحكومة وعرقلت قبلها تشكيل تكليف رئيس الوزراء حتى تتمكن من الواقع أكثر تكون حسمت. يا عزيزي، الاتهامات لأنصار الله لم تتوقف منذ أن كانوا ما زالوا في صعدة. ولماذا لم تشكل الحكومة إذن؟ لماذا لم تشكل؟ هذا السؤال برسم الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. ما الذي جعله يتشاور 15 يوما بينما الأسماء التي قدمت للترشح لرئاس الوزراء محدودة؟ لماذا 15 يوم؟ لأنه هناك أطراف خارجية، وهذا كلام يعني لم يعد خفيا، لأن هناك أطراف خارجية لا تريد لهذا الاتفاق أن يمضي، تريد العودة إلى يعني اتفاقية إلى المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية التي ظل الجميع في الداخل وفي الخارج يتفرج عليها ويتفرج على المشاكل والتوترات والقتل والذبح والاغتيالات والحروب المتنقلة من كتاف إلى حاشد إلى دماج إلى كذا، وهم ظلوا يتفرجون خلال المبادرة الخليجية.
يعني الآن هناك فرصة لبناء للبناء على ما تم في اتفاق السلم والشراكة. نأمل أن تشكل حكومة قريبا إن شاء الله من عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ونأمل أن تبدأ الحكومة أول خطواتها، وعندما يتعثر أي بند من بنود سيكون الرأي العام ضد هذا التعثر. لكن الآن يعني أضع الدولاب قبل العربة، هذا كلام دأب عليه الأخ علي وكثير من الناس الذي يقول، أنا أزعم بأنهم لم يفهموا هذه الظاهرة، لم يحاولوا أن يتعلقوا من أنصار الله كما هم. فيما يتعلق أيضا فيما يتعلق بالتجرؤ ورفع سقف المطالب بعد ما حصل في صنعاء طبعا من قبل أنصار الله، اليوم الحركة الجنوبية رفع سقف المطالب وبدأوا بنصب الخيام في ساحة العروض للمطالبة بفك الارتباط، لأنهم قالوا أنه لا أمل في بناء الدولة المدنية في ظل الأوضاع. نعم جديد. لا هذا جديد. جديد. موضوع نصب الخيام. موضوع رفع الارتباط. لا نصب موضوع رفع علم نصب الخيام بعد أن كان الناس قد بدأوا يعني إلى حد كبير بدأ الناس يتقبلون الوضع على ما هو عليه، لكن ما حصل الآن هو جديد. ألا يتحمل الأنصار الله؟ ألا يتحمل الأنصار الله المسؤول بذلك؟ إذا كان الأخ الرئيس عبد الرب المنصور هادي من المحافظة الجنوبية ومن أبين، واحد من كان لهم دور تاريخي في اليمن في الشمال وفي الجنوب، يعني رئيس الدولة هو، يعني هذا كلام هناك لا شك أنه هناك لعب على هذه الأوراق، يراد أن يستغل الوضع في ما جرى في صنعاء، يراد أن يستغل في أكثر من اتجاه. ولكن أنا أؤكد بأن الشعب اليمني لن يدخل في حروب طائفية ولن يدخل في حروب شطرية إن شاء الله، وأن المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى كفيل بأن تكون كل الأطراف السياسية فيه قادرة ومشاركة على صنع القرار في اليمن، وأن هذه الزوابع هي من بقايا النظام السابق الذي ما زال يوظف ورقة القاعدة ويوظف ورقة الإرهاب، ولديه خلايا دائمة في صنعاء وفي غيرها، ولديه هذه التعاوى وهذه الترسانة الأديولوجية المحمل بها من أيام الحرب الباردة، تهم لم يحقق أي تهمة. كانوا يقولوا بأنه أسقاط النظام الجمهوري، الآن أنصار الله لديهم علم جمهوري في كل نقطة، يعني يذيعون السلام الجمهوري في كل عقب كل نشرة أخبار أو مقدمة كل نشرة أخبار. المزايدة هذه انتهت، يجب على الناس أن يقرأوا الواقع كما هو. لدينا ضعف طبعاً وانقسام في الدولة أفضى إلى ما أفضى إليه، ولدينا طرف معزز بشعبية كبيرة عشان نبقى في منع سقوط الدولة. هل يتيح اليمنيون هل يتيح اليمنيون لهذا الطرف أن يسهم في بناء في بناء الدولة مع كل الأطراف السياسية دون ما أقصى، أم يظلوا تحت هذه العناوين الصغيرة يخوضون في جدل عقيم لن يفضي إلى شيء؟ طيب، طبعا في كثير من العناوين الصغيرة اللي كنت أريد استوقفك عندها، لكن لا أريد أن استوقفك بالتالي. في ظل الحديث الآن عن موضوع التشطير وغيره من هذا، كان في خطاب الحوثي الأخير دعا القيادة الجنوبية إلى العودة إلى صنعاء، وقال بأنهم يعودون معززين مكرمين شامخين. حظوظ قبول بمثل هذه الدعوة من وجهة نظرك؟ الإخوة في محافظة الجنوب والشرق كانوا إلى حد كما تفضلت يعني في انسجام لما كان يدور، يعني على اعتبار أنه أكثر ما يجب أن يكون في الوضع الرهن. لكن انتشار الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها وداخلها بتحريك ظاهر أو خفي أحدث توجس لدى هؤلاء، لأنهم لم يعهدوا أن يكونوا محكومين من ميليشيات، وحكمتهم بريطانيا وعلمتهم النظام والتعامل مع الآخر حكموهم. لكن بالنسبة كانوا حكموهم في الضالع وتحرروا منهم. هم الآن يعبروا ما زال حتى في محافظة الشمال، على أسف ما يأخذناش السؤال بعيدا، ما زال في محافظة الشمال الآن حتى في محافظة البيضاء. طبعا لن أنتمي إليها، لأن أنتمي لمحافظة إب، ولكن أقول لك أن محافظة البيضاء لن تمثل هدف للحوثيين، على اعتبار أنه في وثيقة السلم والشراكة أشار عبد الملك الحوثي بطريقة أو بأخرى لضرب منطقة محافظة البيضاء، لأنه يلحظ هناك يعني في خطابه بعد اجتياح صنعاء قال أن ألحظ مؤامرة على الجيش في أب البيضاء وفي مأرب. ثم في وثيقة السلم والشراكة في البند رقم 8 قال يجب حماية المواطنين في محافظة البيضاء. لماذا هذا الاجتزاء؟ لماذا هذا التعريض؟ لماذا عرض هذه الخدمات لمن يحاربون القاعدة ويحاربون مناطق يعني تحت مسمى القاعدة مثل البيضاء؟ البيضاء ستكون رأس حربة. يزعجك موضوع محاربة القاعدة؟ لا يزعجني، ولكنه أصبح غطاء
لضرب أي جماعة أي جماعة أو قبيلة تريد أن يكون لها مشاركة داخل هذا التقاسم الفجئ الذي ظهر الآن. هذا التقاسم بعد يشبه أحداث أغسطس عام 68، احتجاج اجتياح 21 سبتمبر أضرب يعني ثورة يعني فبراير 2011 وعطل الرموز في مواقع كثيرة كانت تسنمت السلطة ولم تكن لتظفر بها لولا ثورة 2011. هل القيادات الجنوبية الموجودة في الخارج التي كانت تشتكي أو تشكو من طرفي النظام سواء الذي كان في 2011 أو في 2014 من كل هذه الأطراف نعرفين بالأسم، يعني هل الآن ستقبل بدعوة العودة إلى صنعاء والحوار على أساس هذا؟ أنا أسألك من يقدم هذه الدعوة؟ هل هو رئيس جمهورية منتخب؟ يقدمها كمواطن يمني لا يحق لي هذه السلطة سياسية. أما أن أوفر لهم الأمان وأوفر لكم العيش الرغد هذا ليس منطقة. إذا ما دعا الرئيس هادي هذه الدعوة، حظوظها في هذه في هذا الوقت حظوظها في الوقت الراهن أكبر أم أقل؟ أعتقد أنها ربما شكلت عائق أكبر من أن تكون هي كانت تحمل رسائل سياسية أكثر من أن تكون دعوة لعودة هؤلاء من منافيهم، لأنه يحاول من هذه الرسائل أن يضرب بعض القوى بعضها ببعض، وأنها قد تخلصنا من اللواء علي محسن الذي حاربكم باسم مثلا حرب 94 وكان عدوا لي لمدة 6 سنوات وثار على يعني على النظام السابق وأسقط نصفه اللي هو الرئيس علي عبد الله صالح. يعني هناك تلميحات لأطراف كثيرة، وهو في حقيقة الأمر يعني تصرف لا يمكن أن يليق، لأنه به باعتباره مواطن عادي لا يمكن أن يقول هذا الكلام وسأوفر لهم الأمان وأنهم سيعودوا معززين مكرمين. هذا كلام رئيس دولة. من أعطاه هذا الصفة حتى يتكلم هذا الكلام؟ وهذا السؤال في الخطاب، في كل الخطابات الأخيرة نلحظ هذا، نلحظ الحديث عن كل شيء باسمه هو والتوجيه والتوجيه لكل شيء ربما حتى لمؤسسات الرئاسة. كانوا يقولون يا أخي الكريم، كانوا يقولوا يعني الصحافة والإعلام كانوا يقولوا الحوثي هذا بيشغل نفسه بالموت الأمريكي، ليش ما يقترب من الهم الداخلي؟ عندما اقترب من الهم الداخلي ومن قضايا الوطن مع ثورة 2011 بدأ التحسس من أنه بيقترب. الآن لما يطرح قضايا مثلا عودة الأخوان يعني هل من الطبيعي على وضع سياسي نتمنى فيه أن نعيش جميعا أحرارا كرماء في هذا البلد، هل من الطبيعي أن يظل قيادات وصنع للوحدة اعترف بهم الخصم وغير الخصم أن يظلوا خارج اليمن؟ يعني هل هذا سؤال طبيعي؟ ثم إن الأخ علي يدافع وهل سيقبلون بالعودة إلى داخل هذا اليمن؟ شأنهم هذا شأنهم. هو الرجل أطرق دعوة لأنه هناك بدأت تتعالى أصوات منذ ما حدث. لماذا لا يطلقها رئيس الجمهورية دعوة كهذه لا توجه إلى من رئيس الجمهورية؟ لأنه الإخوان في الجنوب سطرت منهم بيانات من الأخ عبد الرحمن الجفري ومن غيرهم قيادات الحراك بعد أن تواجد أنصار الله في صنعاء بدوا يحملونهم مسؤولية إزاء القضية الجنوبية. إذا كنتم كذا يعني ارجع إلى ما حدث. فكانت هذه التوضيح للموقف هو رد على هذه الدعوات التي جاءت بنية أو بنية سليمة وحسنة. ثم أن الأخ علي يدافع عن ما هو موجود في القاعدة والبيضاء الذي له 3 سنوات، يعني أكثر من 60 مواطن قتلوا جريمتهم أنهم ينتموا إلى الهاشميين، والأخ علي يعرف هذا. جريمتهم أنهم محسوبين على أنصار الله قبل حتى أن يكونوا أنصار الله، محسوبين على تيار الزيدية يعني من أعضاء حزب الأمة. أستاذ محمد مفتاح موجود يسأله، هؤلاء قتلوا لأنهم من هذا الانتماء فقط. والقاعدة تعبث، القاعدة تعبث وتدعي على المعسكرات واقتحمت معسكر الأمن المركزي قبل 3 أشهر، تمام؟ فعندما يتقدم أنصار الله واللجان الشعبية من أبناء تلك المناطق بهذا الجهد إلى جانب الجيش والأمن، أليس ما هذه الدعوة تستحق الشكر؟ هم لا يستهدفوا قبائل، أنصار الله معظم مكوناتهم هم من المجتمع الذي نعتز بانتماء جميعا إليه هم القبائل. من قام بالثورة الشعبية في 2014، من حرك المسيرة، هم أبناء هذا الشعب من كل الأطياف ومن كل الألوان. هم لا يستهدفوا قبيلة بعينها ولا يستهدفوا مكونا سياسيا بعينه، وإنما هذا الطرف الذي أجرم وكشف عن نواياه ويقتل يعني عبثيا الجنود والمواطنين في صنعاء في لاح في تعز في حدل لا يفرق بين أحد وأحد. إذا لم يعني من باب رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه رد الأذى، من استطاع أن يغير منكم فبلسانه أو بيده. الآن الدولة في وئام وانسجام الأجهزة الأمنية تتعاون مع أنصار الله في هذا الملف. لماذا الأخ علي الآن محتج على هذا التوين؟ يعني من البوابة الطائفية ليست البيضاء بالشكل الذي يعتبرها فيه. البيضاء مقسومة قسمين، قسم
يعني تاريخيا. طيب عشان ما ندخل في موضوع ما يحسب انه طائفي زيدي وشافعي وغيره. استاذ علي احنا شارفنا على نهايه الحلقه الان. التخوفات التي تذكرها انت بعيده عن الاحزاب، واضح انه المكونات الحزبيه. اي تخوفات؟ تخوفات من انه انصار الله يستحفظون ويفعلون ما ادري ايش وقصهم الى غيره، بدليل أن الأحزاب وقعت معهم اتفاقيات سلم شراكة، لم يتبقى للشعب اليمني إلا أن ينتظر ميلاد الحكومة الجديدة لتبدأ العمل وفقا لمنهج جديد يكون فيه كل الشعب شريك وصانع قراره. لماذا إذن تذهبون أبعد من القيادة الحزبية، أبعد من قيادة الدولة، أبعد من كل المؤسسات وتفندون الأمر على ما تشتهون أنتم؟ لماذا لا وتخوفون الناس بالمناسبة؟ لماذا لا تنسجمون وتقرؤون الواقع كما هو؟ هذه هي قراءة الواقع وليست تخويف. الحوثيين بدأوا من كفوف مران ثم تمددوا إلى ما الذي يمنع؟ عفوا أنا عشان أوضح سؤالي أعطيك الفرصة. ما الذي يمنع إذا كانت النقطة كما تعتقد أنت بأن الآن هناك جولة جديدة وأن الآن هناك إقصاء جديد، ما الذي يمنع حزب كالإصلاح مثلا أو كالاشتراكي أو غيره أن ينسحب من اتفاقيات السلم والشراكة ويقول نحن سنقصى ونحن سندخل هذا السؤال الحرب؟ هذا السؤال لا يوجه لحزب الإصلاح. أنا لا يوجه لحزب الإصلاح، لست متحدثا. يستشهد بأن حزب الإصلاح يقول غير ذلك. أنا أمثل كباحث وكاتب في مسائل النزاعات المسلحة واللي يعني كتابات في مجال الجماعة المسلحة أيضا. قضية هذا مثل هذا السؤال يوجه للجانب السياسي، إنما وضعت في هذا المكان يعني الفرز اللي حدث بيني أنا والأستاذ محمد يعني هو ناجم عن طرحه باتجاه أنصار الله، فأنا وقفت في اتجاه الآخر ودافع عن الصوت الآخر. قضية أنه لماذا لا نتاح لهم فرصة؟ هؤلاء جاءوا بقوة السلاح وفرضوا أنفسهم في انقلاب وليس ثورة، لأن النظام السياسي ما زال قائم، لم يسقط إلا شخص واحد. أي ثورة هذه اللي يسميها الثورة؟ تغيير جذري شامل في منظومة القانون، في منظومة بناء الدولة، في الجوانب السياسة، في جوانب الجيش، في جوانب أخرى. قضية مثلا أعود إلى قضية البيضاء، المتهمون في القاعدة في البيضاء هم من أهل الذهب وهم هاشميون، حتى هذه المعلومة يجب أن تأخذها. وضعوا في هذه الصدارة بحيث أنهم يعني لأنهم كانوا زعماء ما قبائل ومشهورين في تلك المناطق. المسألة الجدلية بين المناطق الشافعية والمناطق الزيدية الآن الحوثي سبب وجودها وعمرها أكثر من 45 سنة. عندما قال أصحاب البيضاء يا درب ذي نعم يا حيد السماء بتخبرك كم جاءت من قبل الزيود، 75,000 ذي عبدتنا من عسكر الشاميت والطي يا الحيود. فرد عليها صاحب البيضاء قال ما هم من الشامية ولا هم عساكر، وعدني بياسي من الشامي جلود أدعس بها عشوك ولا الخزق، وعدني بياسي من الشامي لحود. هذه القضية طمرت في عهد النظام السابق وهي محمدة له وللرئيس علي بن صلاح، وانا اقولها من هذا المكان لانه حاول ان يفكك الطائفيه والمناطقيه على اتم وجه، والان اعيدت وستعاد. وهذا الفرز الذي يحدث هو فرز طائفي، وما حدث في 21 سبتمبر ايلول المنصرم هو انقلاب طائفي قضى على المجموعه التي صعدت الى المناصب في 2011 قضاء مبرما، وهذا هو الواضح الان. ما حدث في 21 سبتمبر استاذ محمد المنصور؟ ما حدث؟ طيب خليني اسالك سؤال. وانت رد بس في اطار السؤال. ما حدث في 21 سبتمبر من قوه يسيل لعاب الكثير من أصحاب القوة إلى أن يفرضوا إرادتهم بالقوة أيضا؟ يعني اليوم كان هناك قوى الحوثيين، غدا ستأتي قوة أكبر من هذه القوة ستفرض الإرادة بالقوة. أيضا عدم إنجاز الحكومة إلى حد الآن، عدم رفع اللجان الشعبية من الشارع، عدم إتمام الحكومة، عدم رفع السلاح لأن الطرف هذا قوي، ستفرز أيضا كثير من الممارسات الأمنية الخاطئة. هل تستوعبون كل ذلك أم لا؟ أنا شو أقول أنه الأخ علي ذهب مذهب بعيدا، يعني ما حدث يقول في 2014 هو فرز طائفي أو عمل طائفي، ليس طائفي. الصراع الذي بيدور هو بيدور فيما سماها الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان بالمركز المقدس، يعني المنطقة الممتدة التي حكمت تاريخيا. يعني الذي حارب صعدهم هم هؤلاء الذين خسروا المواد. لم تحكم تاريخيا لمن بكامله. لا يعني اشتغل من وصف الامور. اذا انت تنكر من 26 اقول لك وصفها من 26 لا ما قبل ذلك. من اجل لا تزعل من 26 سبتمبر ما قبل ذلك. الصراع هو دار في هذه المنطقه، والذي دفع ثمن من ابناء هذه المنطقه لم يكن في الاخوان ابناء المذاهب الاخرى التي نحترمها ونجلها ونقدسها وتعايشنا طوال 14 قرنا او اقل
تعايشنا تعايشا سليما، يعني زبيد حكمة صنعاء ليس هناك مشكلة، جبلة حكمة صنعاء ليس هناك مشكلة. لا يوجد هذا الفرز إلا عند أصحاب المشاريع الآن الذي جاءوا تحت عباءة الإسلام الوهابي للأسف الشديد، وهذا فرز أيضا. لا أنا أسمي الأشياء مسميتها، الذي جاء يكفر والذي جاء يقول ان هذه بدع والذي جاء يقول ان الصوفيه مبتدعه والحديث عن انه الطرف لحظه والحديث عن انه الطرف الثاني هو داعشي وتكفير وغيره، اليس فرز طائفي وتحريض الذي يستخدم العنف الذي يفتي بالعنف الذي يفكر الذي يقتل فقط هذا الداعشي، اما بقيه الاخوان فمن قال ان التوصيف يشملهم. ثم ان المتغير السياسي الان لو كان بالشكل الذي كانوا يتمنوه اعداء الاستقرار في اليمن، لنفترض أن أنصار الله قاموا بعملية فعلا إسقاط النظام وكذا، كان ممكن تنطلي هذه التوصيفات. أما وقد قالوا يا إخوان نوقع على اتفاقية السلم والشراكة ويا إخوان نمد اليد، وظلوا 15 يوما يعني ينتظرون مع غيرهم من الفرقاء السياسيين تشكيل الحكومة، أي مصدر أي مظهر من مظاهر القوى المفروضة استخدموا خلال هذه الفترة، لكن بشروطهم. أي بشروط؟ بشروطهم، وفقا لشروطهم، ابتداء من تأخير التوقيع من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساء. هذه مسائل لوجستية. أوكي. يعني كل شيء تقراوه على ما تحبه، مش على ما أحب. لا طيب لا. يعني قال أنت طالق طلعتي وأنت طالق طيب. نزلتي وأنت طالق لجلستي، إيش نفعل؟ القوة ألا تسيل لعب أصحاب القوى الأخرى على هذه قوة منضبطة بالوعي، منضبطة بالأخلاق، أخلاق رفيعة، لم يقتلوا أحد، لم يجهزوا على أسير، لم ينتهكوا عرض مواطن، ونحن هذه قوة محوطة بالأخلاق، هذه قوة محوطة بالأقيام وبأعراف الشعب اليمني. يعني اليمنيون ليسوا مغفلين حتى ينتظروا من ينظر لهم في الاتجاه المذهبي أو كذا حتى ينضموا ويتجهوا بعد هذا الاتجاه، والأهداف التي رفعها في الثورة أهداف بسيطة ومشروعة، إسقاط الجرعة، إسقاط الحكومة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الحديث لم يطالبوا بإسقاط النظام يا أستاذ علي. الحديث عن أنه ما حدث هو أحداث طائفية وأحداث مناطقية أو شيء، البعض قد يرد عليك أنه هذا غير صحيح بدليل ما دخل طائفية صعدة أو ما دخل مناطقية صعدة بما يحصل في تعز وفي إب. هناك أنصار لهذه الجماعة وهناك من ينتظرهم وينتظر قدومهم في إب، في الحديدة، في ذمار، في غيرها، وهم ليسوا لا زيديين ولا حتى من تلك المناطق. يسقط بالتالي الحديث عن أن هؤلاء طائفيون أو أن هؤلاء مناطقيون. هو الحديث ليس على سبيل العموم على أساس نكون منصفين، أنا حاولت أن أكون منصف لكن بصراحة كانت انفعالتي ردود أفعال، لكن لننظر من هم هؤلاء الذين يشايعون الحوثيين في محافظة إب أو تعز أو البيضاء، هم هاشمين بدرجة أولى، حتى أنهم كشفوا عن مسمياتهم وعادوا، منهم من يقول المتوكل ومنهم من يقول الأدل ومنهم المؤيد ومنهم العنصري. الآن 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 مش مسألة عنصرية، أنت قلت أنه في السلفيون أو الوهابيون، هؤلاء جزء من المجتمع من المكون اليمني، درسوا في مكة ودرسوا ومذهبهم معترف به في الأزهر وفي كل مكان. نقطة أخرى، هؤلاء الذين يدعمونهم الآن أغلبهم هم يعني هاشميون وموجودون في هذه المناطق، من حقهم ناهينا نقول من حقهم، لكن ليست بهذه الفجاجة أن يأتي بقوة السلاح ثم يريد أن يحكم بقوة السلاح باسم الديمقراطية وباسم كذا. الآن أسألك سؤال، محافظ يعني مدير أمن أمانة العاصمة أو مدير شرطة العاصمة، من هو مثلا الذي صعد؟ هو من أسرة هاشمية، بيحق له أن يصعد هذا المكان، ولكن لماذا لم يصعد الحوثي شخصية من تعز أو من الجوف المعرب؟ لماذا مستشار الرئيس هادين عنده ثمانية مستشارين أستاذ علي يا أخي، مستشار الذي يستشار مش الذي لا يستشار، من قال لك معروفين؟ من قال لك ماشيش أسميه شخص معين وهم يركون هناك والله ما له كلمة؟ لا واحد يكون واقعي، قد تكون رسالة للمستشارين عفوا، لا مش رسالة يا أخي، صرنا في الواقع، هل يستطيع يفرض المشاط والمشاط ولا الصمات؟ الصمات هل يستطيع الصمات هل يستطيع شخص آخر أن يفرض على الصمات أن يفرض على رئيس الجمهورية مثل ما يفرضه الصمات؟ أتحدى ذلك. هذا عائد للمستشارين في الصمات. طيب خلينا نلف في الموضوع، لماذا لا يكون شخص آخر؟ خلينا نلف في الموضوع أستاذ. الحكومة الجديدة متى تقريبا وفقا للمعطيات التي حصلت الآن متى ستشكل؟ هل سيكون هناك ماراثون طويل مثل ما حصل في رئيس الوزراء؟ وإلى أي حد حظوظها ستنجحها أو الحظوظ ستنجحها في المستقبل؟ أنا ما آمل، وليس لدي معلومات ولا تفاصيل، لكن ما آمل إن شاء الله أن تكون تشكيل حكومة في أسرع وقت، وأن تضم كل العناصر وأن تعطي الأسماء التي إن شاء الله ستدخل إلى الحكومة من كل الأطياف السياسية، أن تعطي رسالة بشارة للشعب.
اليمني بأن التغيير قادم، لأنه مهم الأشخاص في مواقع في ما زلنا في ثقافة السلطة التي تتبع الفرد، لأن احنا ما احناش دولة مؤسسات. فأتمنى أن يكون ذلك قريبا، لأجل أن نخرج ويكون الحوار على القضايا الأكبر، لأن ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة وما هو موجود في مخرجات الحوار الوطني هي قضايا كبيرة، قضايا مستقبلية. الآن هذه التفاصيل هي تفاصيل فنية، ولكنها أيضا ترتبط إلى حد كبير بأن اليمن ليست الآن معزولة عن العالم. رأينا هذا الاهتمام الدولي والبيانات ومجلس الأمن وكذا وكذا، لأنه هناك أطراف يعني خارجية شعرت بأن مصالحها قد اهتزت في هذا الاتفاق، لأنه جاء بلا مرجعية لا خليجية ولا مجلس الأمن ولا الفصل السابع، وهذا ينجز وهذا يحسب الاتفاق إذا كان الأخ علي يوافق يشاطرني الرأي. وعاد الاتفاق الأمر إلى اليمنيين، لأنه إحنا كنا نطالب بمؤتمر الحوار الوطني أن تكون المرجعية وطنية. نعم. وهذا يفرق كثير في النتائج. طيب لأنه عندنا نهاية الوقت. أستاذ علي، موضوع الحديث عن أنه سواء بالسلاح أو بغير السلاح، خلاص عندنا أمر واقع يجب التعامل مع هذا الأمر الواقع. وفي انتظار الحكومة، تشكيل الحكومة، ما المفترض على الحكومة القادمة، ما المنتظر من الحكومة القادمة عمله لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الذي يقضي ببسط الدولة على كامل مساحتها وأيضا استعادة السلاح، وقبل ذلك فيما يتعلق بالمواطن وما يتعلق بالسائح الذي يريد أو المستثمر الذي يريد أن يأتي إلى اليمن؟ هذه النقاط التي نريد أن نطمن فيها. أوكي بس في عجلة سريعة دعني ألاحظ، دعني أطرح عندك دقيقة، دقيقة واحدة. الأمر أولا بالنسبة للأطراف الخارجية هي معروفة، هناك من يتجاذب الطرف اليمني من جهة السعودية، وهناك من يتجاذبه من طرف طهران، ولكل مبرره. قضية أخرى أنه عبد الملك الحوثي قال أن يعني المبادرة الخليجية في حكم المنتهي. النص نص الفقرة الأولى أو السطر الأول من وثيقة السلم والشراكة حثت يعني جاءت مرتكزة على مؤتمر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبين قوسين يعني وثيقة الحوار الوطني. وثيقة الحوار الوطني جاءت مبنية على مؤتمر، على يعني البعض يقول الخليجية. البعض يقول ما جاء تجاوز المبادرة الخليجية، يعني فصلها أكثر. طيب هي أعطت الحوثيين ما لم تعطيه المبادرة، لأنهم ليسوا أيضا في المبادرة الخليجية. طيب الحكومة الآن وظيفتها بدرجة أساسية أنها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مناط بها مؤسسة الرئاسة، الحكومة، الأجهزة التنفيذية. كان الرئيس هادي يريد أن يضمن من المبارك ليكون يعني في هذا المكان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لكن يعني جماعة أخرى ضغطت عليه وعلى رسم الحوثيين بحيث أنه يستبيده بشكل. هم شركاء في الموضوع. قضية تحقيق الأمن والاستقرار الآن في مخرجات الحوار الوطني في بعض قراراته أشار إلى أنه أولا نزع السلاح من أيدي الجماعات المسلحة وإخراجها، مش أولا إخراج دعني أكمل، نزع السلاح من الجماعات المسلحة يتزامن مع إخراج المعسكرات من العاصمة. الآن لدينا مشكلة أخرى، كيف ننزع السلاح الثقيل الآن الذي استولت عليه جماعة العوثيين، وهو عبارة عن دبابات ومدفعية وعربات، وهذا يشكل خطر بالنسبة لهم، يعتبر رصيد أضيف إليهم لكي يحققوا قراراتهم ويعني أهدافهم بالقوة داخل هذا البلد. نحن إذا أردنا أن نقول المواطن يطمئنه، نقول إنه إذا أراد الحوثيين أن يبدوا حسن نوايا أن يباشروا الآن، يقولوا هذه الأسلحة التي نهبت من معسكرات الدولة يجب أن تعد للدولة. المعسكرات التي نحن الآن مسيطرين عليها وعلى بواباتها ومراكزها وداخلها يجب أن تعد الدولة، وهذا إبداء حسن نية من قبل الحوثيين. أشكرك جزيلا الأستاذ علي الذهب، الكاتب والباحث في شؤون النزاعات المسلحة. شكرا لك أستاذ علي. سلام. الشكر أيضا للقائم بأعمال أمين عام حزب الحق أستاذ محمد منصور. شكرا لك أستاذ. أهلا وسهلا. ما خليتني أعقب على الأستاذ علي. وصلنا لنهاية الوقت، لو جلسنا نعقب بنعقب للصبح ما بنخلص. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة، لكن نقطة مهمة وهي أنه ربما الناس يحتاجون الآن إلى أن يطمنوا أكثر بأنه إن شاء الله الحكومة إذا على الأبواب، الناس يجب أن يباشروا أعمالهم كما هي، مدارسهم وظائفهم، كل هذه هي الأمور، وستصير الأمور إلى خير بإذن الله. عد والتقيكم بإذن الله في مناسبات أخرى. أنتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.